السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دفعة 25 عام وأزهر، كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم. يعني قبل ما نتكلم في أي حاجة، طبعا هو مبدئيا كده الفيديو اللي أنا عامله فيديو تعريفي عشان تكون الناس فاهمة السنة الجاية الشغل بتاعنا شكله عامل إزاي. بس قبل ما نبتدي نتكلم في الشغل بتاع السنة الجاية ده أو السنة اللي هنشتغل فيها هتودينا عاملة إزاي، طبعا أنا حابب أشكر كل الناس اللي كانت معانا السنة اللي فاتت. بجد الناس تعبت وربنا ان شاء الله يكرمهم. الفيديو ده معمول في اخر يوم الامتحان عندهم، ولو ينفع والله هذكرهم بالاسم، طبعا اكيد هذكرهم بالاسم يعني، بس عشان انا مش عايز اطول الفيديو عليكم. كمان بشكر الناس، كل الناس بتوع تانية، يعني انا اكيد مش بشكر تالتة بس، لا تانية وتالتة. بجد الناس تعبت معايا السنة اللي فاتت كتير جدا، فبشكر كل الناس اللي كانت معانا في دورة 24. بجد ربنا يكرمكم ان شاء الله، واسمع كل خير. اكيد برضه هتوحشني جدا جدا جدا، لان انا ما بتعامل فعلا مع الناس، بتعامل مش كتيتشر تيتشر، لا بالعكس، يعني بتعامل، بحب اتعامل مع السن الكبير ده، لان انا بتعامل ان هم اصحاب، يعني مش تيتشر للطلبه بتوعي خالص. فبجد انا مشتاق جدا 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 يعني، وربنا يطمن عليهم برضه تانيه وتالته عشان الناس بتوع تانيه بتزعل. طيب في الفيديو ده بقى هنكلم بقى الناس اللي هي ان شاء الله داخله السنه الجايه ثالثه ثانوي، الدنيا هتبقى بالنسبه لهم شكلها عامل ازاي. بص يا شباب، انا هكلمك بالظبط في اربع نقط، تمام كده؟ الاربع نقط دول اول نقطه هكلمك فيها اللي هي بالنسبه لك الفروع اللي انت هتدرسها السنه دي شكلها عامل ازاي، تمام؟ الكلام اللي انا هقوله بالنسبه لعام اصلا. النقطه الثانيه هنبدا بعنف فرع، تمام؟ ولا هنفتح فروع ونقعد نقطع فيهم، تمام؟ النقطه الثالثه اللي هي شكل السيشن بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. النقطه الرابعه بقى دي مهمه جدا، هديك كام نصيحه كده ان انت ما تخش بيهم السنه يبقى الدنيا معاك شكلها عامل ازاي. يلا بقى. بص يا شباب، الفروع اللي موجوده عندنا السنه دي عشان المنفعه عامه هو متقسم، سواء كان في ثانيه او في ثالثه هو متقسم لتو بارتس، تمام كده؟ البارت الاول هو البيور اللي تحتيه كامبس وتحتيه الجيبر سوليد، البارت الثاني اللي هي كلمه الابلكيشن اللي تحتيها كلمه ستاتكس ودايناميكس، تمام؟ بالنسبه للعام، تمام؟ البيور بالنسبه لسيجاسي عندك الكالفر 30 والجيبر سوليد 30، الابلكيشن عندك الستاتكس 30 والدايناميكس 30. عشان نبقى واضحين، انا الهدف بتاعي بالنسبه للعام هو 120، تمام كده؟ يعني انا هدفي 120. لو انت مش هدفك 120 وفر على نفسك ان انت تتفرج على الفيديو وما تكملوش، تمام؟ طيب بالنسبه لطلبه الازهر هو نفس الكلام، عندك البيو 30 والابلكيشن 30، 15 و15 وفي الابلكيشن برضه 15 و15، تمام؟ التوتال بتاعي بالنسبه لي بالنسبه لطلبه الازهر 60. نفس البوك الثاني او لو انت مش هدف ال 60 ما تكملش الفيديو، تمام؟ الفكره بالنسبه لي في النقطه الاولى دي انا كده عرفت لك كل الفروع اللي موجوده عندك السنه دي والدرجه بتاعت كل فروع شكلها عامل ازاي. تاني انا بأكد فكره مش عندك هدف داخل بيها السنه على الله مش هتنفع، بس انا يبقى ليك هدف في كل ماده كده. انا هدفي في الماس انا عايز اوصل ل120 في العام وال60 في الاصل، تمام؟ دي كده بالنسبه لي البوينت الاولى اللي انا حابب اكلمك عليها. تعالى بقى نشوف البوينت الثانيه، هنبدا بانهي فرع ولا هنمسك الفروع ونقطع فيها. يلا بينا. بص يا شباب، اول فرع هنبدا فيه السنه دي، بص عشان بس نبقى ايه متفقين كمان، فكره همسك الفروع واقطعها انا مش بحبها، لان الدنيا بالنسبه لك بتيجي على نص السنه كده تحس ان انت تاني. هو احنا الدرس ده الشامبر ولا سوليد ولا ستاتكس ولا داينامكس؟ لا انا مش بحب كده خالص. أول فرع هنبدأ فيه هو الكالبس، تمام؟ طيب فكرة الكالبس، في كام يونت؟ أنا عندي بالظبط في الكالبس 4 يونت. كام ليسون موجود فيه؟ 19 ليسون. هنمسك الكالبس نخلصه، وبعد ما نخلص الكالبس ده بالنسبة لي هنبدأ في فرع تاني. الفرع التاني اللي هنبدأ فيه هو الدايناميكس، فيها كام يونت؟ 4. فيها كام ليسون موجود؟ 16 ليسون. الفرع الثالث اللي هنشتغل فيه، تمام؟ هو الكالكولس والداينامكس بالنسبه لك لو خلصوا الماس بالنسبه لك كده خلاص، ما بقاش في عندك حاجه ثانيه. فدول اتقل فرعين موجودين عندك.
عشان دول اسعار فرعين، فهريحك شويه وهديك بورت تاني اللي هو الصوت. الصوت ده سهل شويه، هو عباره عن 2 يونت وعباره عن 5 ريسورس. تمام؟ تعال بقى انا اقول لك هو انا هبدا بالكالكولس ليه؟ ده اللي بتقول كده خالص. تعال نمسك الكالكولس. الكالكولس اول يونت، مش عايز اقول لك اول يونت، الكالكولس كله هو ديريفاتيف وانتجريشن. وفي ثانيه في الترم الثاني اتخذت الرولز بتاعت الديريفاتيف. واحد بيقول لي دلوقتي انا لسه ما هي الرولز بتاعت الديريفاتيف كنا مش انا الترم الثاني لسه ما رحتش فيه ولا سيشن خالص. انا لما بتعامل معاك بتعامل معاك ان انت دماغك فاضيه، سواء كان عايز او اصغر. انا عايز واحد فاضي، انا مفكرك بكل الكلام ده. بس الفكره لو بادئ بالكالكولس عشان انت لسه تقريبا في دماغك الرولز بتاعت الديريفاتيف او مش موجود. هفترض دلوقتي ان هي كانت موجوده فانا هكمل عليها، مش موجوده احنا هنبدا من اول وجديد. الكالكولس يونت 1 بيقول لك الرولز بتاعت الديريفاتيف. حلو. يونت 2 بيكمل لك الرولز بتاعت الديريفاتيف. يونت 3 ابلكيشن على الديريفاتيف. يونت 4 هي الانتجريشن بالنسبه لك. فالكالكولس هو اتقل فرع موجود عندك لما تحط بص للليسن بتاعتك كتير. تمام؟ الفرع الثاني بتاع الداينامكس، بس استنى بقى عشان اوضح لك حاجه. هو الداينامكس هنبدا فيها بالكالكولس مات؟ اكيد لا. اول درس في الداينامكس هناخده مع اول ليسن مراجعه الكالكولس. يعني فكره المراجعه بتاعتك بتبدا على طول اول ما نخلص الكالكولس. اول ليسن في الداينامكس مع اول ليسن في الكالكولس بالرجعه. بالرجعه ازاي؟ بص بقى. بيكون لهم سيستم معين بيراجعوا بيه، والاصل بيكون لهم سيستم تاني. طيب عم هيراجعوا ازاي؟ احنا اوريدي ما معناش شيء بنشتغل بيه. تمام؟ مراجعتك بقى بتاعت العام هنشتغل في حاجه اسمها بنك المعرفه او بنك الاسئله. تمام كده؟ بنك الاسئله ده فيه مسائل كتير، هنمسك درس درس. درس الدايناميكس الجديد بالنسبه لنا، تمام كده؟ مع اول درس في الكالكولاس تاني بيراجع بيه. فتاني درس مع تاني درس، يبقى كده خطه المراجعه بتاعتك بتبقى شكلها عامل ازاي؟ بتبقى اول درس جديد مع درس الكالكولس كده. فما فيش حاجه بتخلص بتموت، ده اللي بيخلص بنبتدي فيه قصه المراجعه بتاعته. والمراجعه بتاعته بتبقى عباره عن اكتر من يعني مثلا الليفل الاول بالنسبه للعام هو بنك الاسئله. الليفل الثاني ان انا خلاص خلاص الكالكولس وارجع له تاني. هرجع له تاني بقى ان انا ادخلك جوه الامتحان شكله عامل ازاي. بالنسبه لطلبه الازهر في المراجعه بتاعتهم بتاعت الكالكولس امتحانهم الميزه بتاعت امتحانات الازهر والعام عشان الناس تبقى فاهمه هي الامتحانات اللي بقت قريبه لبعض. عارف الفرق بين العام والازهر كام سؤال؟ ثلاثه. يعني في العام هو بيدي له 20 سؤال تمام بينهم 2 اساي، في الازهر بيدي له 17 منهم 2 اساي. يعني الفرق بين العام والازهر ثلاث مسائل بس، والافكار اللي هنا هي نفس الافكار اللي هنا. تمام؟ بس الميزه بتربط الازهر ان الامتحان مش بيخرج من كتاب المدرسه، دي الميزه. تمام؟ فبالنسبه لطلبه الازهر هتبقى الريفيجن بتاعتهم هيبقى الجنرال اكسرسايز، لان اذا كنت كده الامتحان بتاعهم على طول بيكون من كتاب المدرسه. تمام؟ يبقى بالنسبه لنا الكالكولس نبتدي نشتغل في الداينامكس، واحنا قلنا كده مراجعاتك عشان الناس ما تبقاش شغاله، احنا بنبتدي مراجعه من اول ما بنخلص الكالكولس. الكالكولس بالنسبه لنا هناخد بالظبط كام؟ احنا قلنا 200 يعني تقريبا شهرين و 2 سيشن كمان. فبالنسبه لك انت هتبدا مراجعه من شهر 10. فكيف فكره ان انا ابدا مراجعه من شهر 10 الموضوع بالنسبه لك هيبقى مريح جدا، يعني انت هتوصل للامتحان انت خلاص كل الافكار بقت معاك. بعد ما نخلص من الكالكولس وهنبتدي الفرع الجديد بتاع الداينامكس، ويخلص الداينامكس هنبتدي نشتغل في السوليد. واحنا بنشتغل في السوليد مع اول درس مين؟ في الداينامكس مراجعه. مع الليفل الثاني بتاع مراجعه الكالكولس. تمام؟ كل الكلام اللي موجود قدامي كالكولس داينامكس سوليد دول هنشتغلهم في الفيرست ليفل. سكند ليفل هنيجي نرجع نشتغل في مين؟ معاك ستاتكس، والستاتكس بالنسبه لك 6 يونت و 13 ليسنز. تخلص الستاتكس معاك مين الفرع الاخير اللي هو الاجندا. الاجندا هم 3 يونت و 10 ليسنز. دول بالنسبه لك السكند ليفل. هيخلصوا امتى؟ انت مش فارق معاك تاني هيخلصوا امتى؟ لان انت اوريدي اي درس جديد بتاخده مع درس انت بتراجعه على طول. ففكره مراجعاتك انت اوريدي بقت شغال فيه. يعني هتلاقي نفسك انت بتشتغل ستاتكس مع داينامكس وسوليد. هتشتغل الجبرا مع الستاتكس. تمام كده؟
الانشيب اول ما نخلص الانشيب هنبقى ده اول فرع نبتدي نراجع عليه مع كل واحد وصل الليفل بتاعه كان شكله عامل ازاي. يعني الكالكولس بالنسبه لك انت خلصت دلوقتي في مراجعتهم وقلت لي رجعت من باقي الاسئله وبعد كده دخلت في الامتحانات بالنسبه للعمل. بالنسبه للازهر خلصت كتاب المدرسه وبعد كده اشتغل فيه بالجنرال اكسرسايز. يعني راجع تاني على الكالكولس ابتدي ادخل طلبه الازهر في جو الامتحان بتاعهم شكله عامل ازاي. فالناس ما تقلقش من فكره المراجعه هنخلص امتى ومش هنخلص امتى، انا بقول لك انت هتراجع من اول شهر 10 تمام؟ فكده بالنسبه لنا تاني الفيرست معانا في كالكولس معانا في داينامكس معانا في سوفت. خلص ده تمام؟ السكند زيرو هنبتدي فيه مين؟ هنبتدي فيه الستاتكس والانشيب. والفكره بالنسبه لنا تاني السيشن اللي احنا هنشوف دلوقتي شكلين هيبقى عامل ازاي؟ الفكره بالنسبه لي ان درس جديد تمام كده مع درس قديم احنا خدناه. والمراجعه بتاعته اكيد بتبقى من سورس مختلفه. كده انا اديتك شكل البدايه بتاعتها ممكن شكلها عامل ازاي. البوينت الثالثه بقى اللي انا حابب اكلمك فيها شكل السيشن بتاعتنا شكلها عامل ازاي. يلا بقى. بص يا شباب بقى شكل السيشن بالنسبه لنا هتبقى شكلها عامل ازاي؟ السيشن بالنسبه لنا بتبقى مقسومه لاربع اقسام. الجزء الاول هو الامور بتاعتك. الجزء الثاني بيكون هو الكويز. الجزء الثالث ريميمبر ذات. الجزء الرابع هو الاكسبلينيشن بتاعتك. تعال نشوف هوم ورك. ده اول بوينت هتبقى موجوده في السيشن بتاعتك. مفيش هوم ورك ما بتجيش تمام كده عشان يبقى ادينا واضح. الهوم ورك بتاعي ده شكله عامل ازاي؟ هقول لك دلوقتي بوريك شكل شيك احنا بنشتغل بيه. شكل الشيك بيبقى فيه السؤال ودي كمان فيه سبيس. هوريك دلوقتي شكل الشيك بس نتكلم بس في الحته بتاعت الهوم ورك. هوم ورك ده بيبقى عندك حاجه اساسيه جدا، يعني انت جاي من غير الهوم ورك هتاخد حاجتك وهتروح عشان يبين انت فين. الهوم ورك ده فيه بالظبط ثلاث مواقف هحكيهم لك عشان تتجنب الغلط ده. اول موقف ان انت لما تيجي حاجه تسالك على الهوم ورك هتقول لي بالنسبه لي الهوم ورك مستر تمام. مفيش حاجه وافق معاك ولا مفيش حاجه وافق معاك. بص بقى هتلاقي في دروس فيها غلط. يعني في الجايد انسر اللي انا ببقى كده ببقى عندي كده ورقه عارف ان الدرس ده انا هحل فيه سؤال غلط. تمام كده؟ السؤال مثلا بقى 5A ده انا حاجه غلط، فلما تيجي تقول لي تمام تمام ازاي انا في سؤال انا عارف ان هو محلول غلط. يبقى بالنسبه لي فكره تمام ما تعملهاش لان هيبقى في درس كله صح ودرس فيه غلط. فكلمه تمام ما تقولهاش. تمام؟ بقى ده في سؤال انا ما وصلتلوش. جيت حليت وما قدرتش اجمعه. لكن فكره كله صح اكيد اكيد لا. في بدايه حلك اكيد كله صح. يعني مش كل الناس بتوصل للدرجه دي. ولو فرضا وصلت ان انا سالتك مفيش حد وقفت معاك حلو واحنا قاعدين في السيشن ماسك الشيت كده واقول لك لما تطلع سؤال حلو امور اقول له خد السؤال ده اشرحه لنا تاني مش حلو اشرحه لنا. ففكره تمام لا يعني ما تديش امان معايا في حته تمام دي. ده موقف. موقف تاني واحد يقول لك مثلا هو انا جيت حليت الامور كان في سؤال وقف معايا بس انا لما بصيت في الجايد انسر فهمت. ايه اللي هتعمله بقى؟ بص معايا كده. فهمت دي؟ هفترض ان اللمبه بتاع الاكسرسايز كان مثلا فين؟ والبوينت بتاعه كان ايه؟ انت بصيت في الجايد انسر فهمت فحليت خلصت من الحل بتاعه بعد حل كومبليت كده بالنسبه لك ريموت وتكتب في الريموت دي الغلط اللي انت كنت غلطته او الحاجه اللي انت ما كنتش فاهمها او الحاجه اللي انت كنت ناسيها. ان السؤال اللي انت رحت بصيت عليه في الجهاز انسب بعد خمس دقائق هتنسى فكرته تاني. فاللي انت بتعمله دلوقتي ده انت بتثبت الفكره في دماغك. عشان انا برضه في السيشن ايه السؤال اللي انت ما عرفتوش؟ فري اشرحه لنا تاني عشان اتاكد ان فعلا المعلومه وصلت. ده بالنسبه للفكره الثانيه بتاعت الامور اللي هو في سؤال اللي رحت بصيت الجاد انسر ما عرفتوش بس ما عرفت بصيت في الجاد انسر عرفته يبقى كل الريمارك اللي انت بتركب شكلها عامل ازاي. الفكره الثالثه الحته بتاعت الهوم دي اللي هو واحد يجي يقول لي مثلا ما عملتش هوم ماشي ما عملتش هوم عشان كان عنده ظرف. يعني احنا مثلا بيبقى بين السيشن الثاني مثلا يومين ونص تعب حصل له مثلا موقف في البيت فلما خلص السيشن ما راحش محل الواجب. فايه اللي هيحصل؟ بعد كل سيشن احنا بناخدها بيبقى فيه فيديو شرح لكل الشيء بتاعها تاني. فانت لو اتاخرت اكيد هتنسى. ما هي دي المشكله ان انا دلوقتي فكره الدرس يتاخد انا خدت درس يبقى الموقع على طول يتعمل.
ففكره ان انا اسيب الامور وارد ان انا في حاجات تقع مني فما اجي احل ده اكيد مش هفتكرها. ففكره الفيديو اللي انا ببعته لك في الجروب ان هي بيفكرك بحل المسائل بتاعت الشيء التاني وهتبتدي تشتغل في الامور بتاعك. يعني انت لو سبت الامور يوم اثنين انت مش هتخش السيشن الا لما تكون عامل الامور بتاعك عشان يبقى ظروفك بتاعتك. لكن انا مهمني ان انت حضرت معانا سيشن وفهمت الكلام اللي موجود فيه، يبقى المره الجايه بتوريني بتقول لي بس كل الكلام اللي انت قلته المره اللي فاتت اوريدي انا عملته. واللي هيقف معاك اوريدي احنا بنناقش فيه في السيشن كله. ده بالنسبه للجزء بتاعي. ففكر كله بالنسبه لي تمام، ما تامنش معايا في كلمه التمام دي. الحاجه الثانيه السؤال اللي انا ما عرفتوش وصلت بجد انسر عرفته فانت توريني الريمارك اللي انت كتبتها. الحاجة الثالثة أنا حصل لي ظروف فلا حصل لي ظروف بص على الفيديو تاني هيراجع لك فكرة الشرح تاني فهتفتكر فهتبتدي تشتغل. ده بالنسبة للبارت الأول اللي هو كان بتاع الأمور. البارت التاني بتاع الكويز. الكويز بعد ما خلص من الأمور وبالنسبة لك كل الأفكار اللي أنت مش عارف رجعتها تاني وابتدي أدخلك في الكويز. الكويز بالنسبة لنا بيكون اكسرسايز 1 واكسرسايز 2. اكسرسايز 5 مينت اكسرسايز 5 مينت تمام. بص يا اكسرسايز 1 ممكن تكون فكره خدناها في السيشن، اكسرسايز 2 فكره جديده عمرك ما شفتها. طب ما انا اكيد مش عارف كلها. لا اكسرسايز بالنسبه لك وانا هبتدي ادربك على مين؟ على زي ما قلت لك كده الهدف بتاعنا الفريم ورك سواء كان عام او اصغر. فالفكره بتاعت السؤال ده هي فكره السؤال اللي بيجي لك في الامتحان عشان تقفله. فانا دلوقتي في الفكره بتاعت الكويس انا عايز اثبت لك فكره مين؟ ان انت هتتحط في الامتحان قدام سؤال ما تحطش الفكره ديت. فانت لازم تدرب نفسك ان الفكره دي انا هتعامل مع السؤال اللي انا اول مره اشوفه ازاي؟ بس. فالكويس هيبقى سؤال على من المسائل بتاعت او الافكار بتاعت الدرس نفسه اما الفكره الثانيه سؤال دي فكره جديده. تمام؟ بالنسبه للكويس اخر حاجه اقولها بالنسبه للكويس واحنا قاعدين في السيشن خلص الكويز وعرفت الدرجه بتاعتك في نفس الوقت بعد ما نخلص من الكويز تخش على الجروب انت وبتكتب انا عملت كويس تمام كده ودرجه الكويز بتاعتي كام من كام. طبعا الجروب ده بيكون ولي امرك موجود معانا فيه وانا بخش اكد على الكلام اللي انت كتبته. يعني درجه الكويز مش انا اللي بكتبها، انت اللي بتكتبها واحنا قاعدين، ودرجه الكويز بتروح لولي الامر بتاعك عشان يبقى احنا اوريدي كلنا بنحارب في مكان واحد. مش انا اللي بحارب لوحدي، لا احنا بنحارب كلنا مع بعض، يعني ايه؟ عشان نوصل لحاجه معينه. لكن ما يبقاش احنا بنحارب في حته وليه امرك ما اعرفش عنك حاجه. عشان اللي متفقين درجه الكويز انت اللي بتكتبها فيه كانت حلوه بقى كانت وحشه، لا لازم وليه الامر بتاعك يعرف ان انت مش مقصر، ان انت مقصر عشان يبقى الدنيا بالنسبه لك افضل. ده بالنسبه للجزء بتاع الكويز. الجزء الثالث بقى هو حاجه اسمها الريبر زات. ايه فكره الريبر زات ديت؟ في بعض الليسنز اللي عندنا بيقول لي كده ان في حاجات انا المفروض اكون فاكرها زي ما انا كده في الاول لما هبدا بالكامبس عشان بقول بتاع الديريفاتيف ودي بالنسبه لي انا بقول لك انا مش فاكرها تمام؟ طب يبقى ريمبر ذات دي تديها لي انا خلاص بعد ما خلصت الامور كويس هبتدي اشتغل في ريمبر ذات عشان افكرك بالرولز وكل الحاجات اللي انت خدتها في ثانيه واولى وثالثه اعدادي لغايه السنين اللي فاتت، كل حاجه محتاجها في الدرس اللي هنشرحه تمام كده؟ هقولها لك بس جوه الشرط نفسه. يعني مثلا على سبيل المثال الجزء بتاع الريمبر زد ده انا عايز مثلا كان عندي فرق عندي دلوقتي تو فراكشن اهو ريفراكشن اول بص فراكشن تاني وانا عايز اخلي التو فراكشن فراكشن واحد. اكيد مع ان في ناس ما بتبقاش عارفه انها تعمل من فايت ومنيتر ده ازاي. تمام؟ شكل تاني مثلا يقول لي في الحته بتاعت الباورز او الحته بتاعت مثلا الرولز بتاعت مين؟ قال لي الرولز بتاعت اللوك. ده مثلا حط في السنه اللي فاتت الرولز بتاع اللوك انا محتاجها طبعا محتاجها السنه. فاحنا قبل ما نشتغل في الدرس نفسه هقول لك الرولز بتاعت اللوك دي الحته بتاعت مين؟ بتاعت مين بالظبط؟ ان انا افكرك بكل الحاجات اللي انت خدتها قبل كده واحنا محتاجينها في السيشن بتاع النهارده. تمام؟ البوينت الرابع في السيشن بتاعتنا هو الشرح نفسه. تمام؟ الشرح نفسه بيكون شرحه عامل ازاي؟ بص انا عندي ميزه اللي هو الشرح مش بطريقه واحده. يعني انا هشرح لك بطريقه مش مجمعها، ولا مثلا الطريقه دي مش مجمعها ومشرح لك بطريقه ثانيه. مش مجمعها هشرح لك بطريقه ثالثه. لغايه ما تقول لي انا كده خلاص استكفيت وفهمت. يعني انا مش مدرس الطريقه الواحده اللي اقول لك هي دي الطريقه اللي انت هتمشي بيها.
لا بص انا عايز بس كده على حاجه كمان، اتاكد ان الطريقه اللي بقولها في الاول دي اسهل طريقه موجوده، بس احنا صوابعنا صغيره ممكن واحد يسهل يعني يفهم باسهل طريقه موجوده، واحد تاني يفهم بالطريقه التانيه، واحد تالت كل واحد يتبنى بصوابعه يفهم بالطريقه الصعبه، كل واحد بص كده كل واحد دماغه مريحه. فانت دلوقتي في طريقه الشرح نفسها هشرح لك بطريقه مش مجمعها اتنين بقول لك طريقه ثانيه مش مجمعها اتنين بقول لك طريقه ثالثه مش مجمعها، يعني مفيش طريقه واحده في الشرح لغايه ما تقول مثلا خلاص كده فهمت. ده بالنسبه للجزء بتاع الشرح، ومش هنسيب السيشن لما تقول فهمت، وده نتيجه مين؟ عشان تيجي المره الجايه في الحته بتاعت الامور تمام كده، يبقى دي بالنسبه لك تمام. سؤال او موقف معاك دول اللي هنشرحهم جوه السيشن نفسها قبل ما نبتدي نشتغل في درس جديد. بص بقى بعد ما كده اكدت لك على شكل السيشن بتاعتنا، بدايتها بتاعت الهوم ورك وبعد كده الكويز وبعد كده بالنسبه لك الممبرز الاكسبلانيشن، تعالى بقى اوريك شكل الشيت بتاعنا شكله عامل ازاي. بص بالنسبه لنا الكالكولس بنقسمه بارت 1 وبارت 2، البارت 1 في يونت 1 وفي يونت 2 تمام؟ طب وعندك الشغل بتاعتك اللي اسمها ماث ام في الوقت ماشي. بص انا مش عايز اكتر من الشيت، يعني مش عايز اي حاجه ثانيه. ايه اللي موجود في الشيت؟ موجود الجزء بتاع الشرح اهو والسؤال بتاعه تحتيه، وبعد كده نسيب لك سبيس للحل، السؤال سبيس للحل، واي موقع هتبقى لك في كامل تمام؟ سواء كان الجزء من ريميمبرز او معتمد على الدرس بتاعه. طيب كمل كمان، كل جزء بيتشرح تحتيه السؤال بتاعه، كل جزء بيتشرح تحتيه الاكسرسايز بتاعته، كل جزء بيتشرح الاكسرسايز بتاعه. خلص الدرس كده هبتدي من الدرس خلص تمام كده؟ يعني انا اصلا كمان مش عايز البلس ورك اللي انت هتجيبها، لا انا عايز التشغيل اللي هو بتاع المورك اللي انت هتشتغل فيه. كل الكلام ده السؤال والسبيس بتاعته، واي مورك محتاجها تنقلها من كبارك تحت السؤال نفسه. طيب خلص الدرس؟ خلص الدرس. بعد ما يخلص الدرس بيتم معاك ايه بقى؟ كتاب المدرسه، ودي اول حاجه هنبتدي بيها. اول حاجه هتحط قلم ورقه معاك تمام كده، واول ما تبتدي حل كتاب المدرسه سواء كان عام او وسط كتاب المدرسه. انا عايزك في الاول تشتغل بايدك زي ما قلنا كده، ان الخطوات بتاعتنا كل خطوه بيبقى كل مرحله ليها مهام معينه. فالخطوه الاولى انا عايزك تحل بايدك عشان الفكره تنزل، بعد كده لا انا اخش بقى مسار التشوز، يبقى بالنسبه لي انا واقف بعين الدنيا في الشكل عامل ازاي. فبالنسبه لك ادي الانسر بتاع الاكسرسايز بتاع كتاب المدرسه. بص بقى بعد الاكسرسايز دي جاي الانسر بتاعك تمام كده؟ ده اللي احنا قلنا هنشيل منه. بعد ما تشيل يبقى بدايه السيشن الجديده كويس. هتلاقي هنا اكسرسايز 1 ولا اكسرسايز 2، الشكل ده خدته قبل كده يعني شفته، لكن الشكل الثاني انت ما شفتوش قبل كده فركز عليه تمام؟ وده انا بقول لك انا حطيته قدام السؤال عشان تعرف تفكر فيه ازاي. بعد كل يونت انت بتخلصها يعني مقربه كده، افترض ان كام بس يونت 1 خلصت. قال لي كام بس يونت 1 خلصت؟ بيبقى فيه يجرب كده شويه. كل يونت بتخلص بيكون عليها بوكليت. بص بوكليت 1 يبقى يونت 1 تمام؟ كل بوكليت في كل المسائل، يعني كل المسائل اللي موجوده هنا دي في مسائل انا جايبها من بره ومسائل كانت موجوده في امتحانات قبل كده تمام؟ طيب يعني كل يونت بتخلص بيبقى عليها بوكليت. افرض انا خلصت يونت 1 وهروح اشتغل في يونت 2 وخلصت يونت 2، البوكليت بتاع يونت 2 ماسك يونت 1 ويونت 2 تمام؟ وكده بالنسبه لك قلت لك بشكل شيء وايه اللي كان موجود فيه. بص يا شباب بقى البوينت الرابعه اللي انا هكلمك فيها اهم بوينت موجوده في الفيديو. انا هكلمك في البوينت دي على ثلاث حاجات. مين المدرس اللي انا باخد معاه؟ وطبعا انت وصلت في الفيديو لغايه الوقت ده يبقى اكيد ان شاء الله انت هتكمل معايا. البوينت الثانيه هو انا هركز في سنتر ولا اخد قريب ولا اخد اونلاين. البوينت الثالثه تمام، وانا السيستم بتاعي السنه ده شكله عامل ازاي؟ هل انا عايز اقعد الناس خالص اسيب التليفون ومش دعوه باصحابي وبتاع الكلام ده؟ لا انا هقول لك دلوقتي نمسك واحده واحده كده نتكلم فيها. وخلي بالك انا مش بتكلم بقى دلوقتي كانك تيتشر خالص، لا انا بكلمك كاخ. بص كده البوينت الاولى اللي هي فكره انا هاخد مع مين
لو السيستم بتاعك هو وارد على فكره السيستم اللي انا قلته ده مش مناسبك فاكيد انت تدور على حد تاني. بص بقى ايا كان اسم المدرس عشان نبقى متفقين مفيش تيتشر بيدي ذات سنه بيقف على الجون ما بيعرفش يشرح كل الناس تمام على دماغي من فوق كل الناس تمام وبتعرف تشرح بس المدرس بقى بالنسبه لنا اسلوب. هتلاقي في مدرس بيزعق وهو بيشرح هتلاقي في مدرس وهو بيشرح صوته واطي هتلاقي في مدرس ما عندوش صبر اللي هو يشرح لك مثلا تاني. فهي الفكره بالنسبه لك عشان تختار مدرس يناسب اسلوبك يناسب طبيعتك. ما تروحش انت ما بتحبش الصوت العالي ما تروحش تشتغل او تروح مثلا مع مدرس صوته عالي عشان انت برضه مش هتستفيد لان انت تبقى قاعد متقدر. حتى لو بتفهم احنا اتفقنا ان كل الناس بتشتغل وكل الناس قادره ان هي تفهم الناس اللي قدامها لكن مش كل الناس قادره تواكب اسلوبك. واحد تاني مثلا مثلا لو حد سيريس جدا وما بيحبش مثلا مدرس يقعد يهزر ففكره ده ما ينفعش توقع مدرس بيهزر يعني يشرح مثلا 3 دقايق ويهزر ساعه اكيد لا ده مش هيناسبك. انا مثلا طبع هادي فما بحبش مثلا حد يزعق بالذات قدام الناس يعني الليفل ده كمان فكره تزعق قدام الناس او كان ولد او بنت تبقى الموضوع بالنسبه لهم لا كبيره لا. فانت دلوقتي بالنسبه لك المدرس اللي انا هختاره هو مدرس يناسب اسلوبه. طبعا البوينت الاولى اللي انا بفهم منه دي ما فيهاش كلام هو مدرس انا لازم افهم منه تمام. لكن البوينت الثانيه ودي هتفرق معاك ان انت حتى وانت بتذاكر الماده يبقى الموضوع بالنسبه لك مريح. مدرس يناسب اسلوبه تمام. دي النقطه الاولى اللي هي فكره انا هاخد معاك. بالنسبه برضه لنفس البوينت دي لازم تاخد مع مدرس يطورك. يعني ايه يطورك؟ يعني انت جاي فاضي هيحط لك معلومات ماشي ما برضه كل الناس بتعمل كده لكن فكره مدرس يطورك اللي هي فكره مين؟ يخليك تعرف تفكر بالشكل بتاع الامتحانات اللي احنا بنشوفها هي خلاص بقى طريقه الحفظ طريقه خلي بالك ان الفكره دي فكرتها كذا وفكرتها كذا وثبت وخلاص الفكره بقت في دماغك. مدرس لما يطور فكرك ازاي ان انت ما تتحط قدام مثال مش عارف تعرف تفكر فيه ازاي ودي زي ما قلنا في الفكره بتاع السؤال الثاني بتاع الكويس ان انت لازم تدرب نفسك تفكر ازاي. فاخد مع مدرس يطور. النقطه الثالثه برضه في الحته الاولى دي اخد مع مدرس بيخاف على مصلحته مش مدرس يهمه ان هو يجي السيشن ياخد فلوس ويمشي لا مدرس يناسب اسلوبه مدرس تمام يطورك يعني تحس وانت قاعد كده مستمتع. يعني انا اقول لكم مثلا من سنتين كان في ولد في جروب كان اسمه محمد تمام. الولد ده جامد جدا بصراحه. الولد ده كان كل سيشن بيقول لي كده مستر بصراحه انا كل ما اقعد معاك دماغي بتنور. فبجد ربنا يبارك له يعني انا دلوقتي لسه فاكر الكلمه بتاعته. فعشان كده بقول لك خد مع مدرس يطورك مدرس يساعدك مش مدرس يشرح لك ودينا خلاص صحيح احنا اتفقنا ان كل الناس بتعرف تشرح. فعشان يكون مقياس على المدرس الثلاث حاجات دول الحاجه الاولى بالنسبه لك يناسب اسلوبك الحاجه الثانيه يطورك الحاجه الثالثه يكون خايف على مصلحتك. كل الكلام اللي انا قلته ده مع اول نقطه ان انا لازم اكون بفهم منها دي مفروض منها يعني. طيب هركز لك بس في حاجه طبعا عشان انا لسه داخل السنه الجديده فانا ما اعرفش برضه المدرسين بتوع الثالثه ايه. فانت لازم تسمع من الناس كلها حتى لو كان وحش او حلو. يعني مثلا انت عارف مثلا ان ابراهيم ده حد كويس فاكيد تسال ابراهيم. عارف مثلا ان محسن ده حد مستواه تعبان برضه اساله. واكتب اعمل لنفسك ورقه كده يعني في الماس حط مثلا مستر فلان ومستر فلان ومستر فلان الفيزيكس مستر كذا ومستر كذا ومستر كذا. انت اوريدي بتبدا بدري يعني 8 انت كده بدري عشان نبقى واضحين عشان تلحق تراجع. بس 8 اعتبره بالنسبه لك تجربه. يعني ايه تجربه؟ يعني انت مثلا هتحضر معايا ما فهمتش مني دور على مدرس تاني ما فهمتش ده دور على مدرس تالت. يعني انت بتبدا شهر 8 من الاخر كده شهر 8 بالنسبه لك هو شهر التجربه عشان من اول 9 ما عندكش اختيارات ان انت اخترت هتكمل بيه. فبالنسبه لي شهر 8 اهو انت شهر التجربه بالنسبه لي. ونصيحه اخيره في النقطه الاولى بتاعت المدرس دي ما تمشيش بسياسه القطيع. احنا عندنا كمصريين بنمشي يعني وده ايه اللي بنمشيه
اللي هي فكره ده مستر فلان ده جامد جدا. يا عم هو جامد جدا بس مش مناسبني، يعني هو اكيد على عيني وراسي بس اسلوبه مش مناسبني. ممكن يكون مناسبك انت لكن كاسلوبه مش مناسبني اكيد ما تكملش. ففكره سياسه القطيع ان فلان ده كويس فاحنا كلنا بنروح له، ما هو بنروح له بس مش هو اللي هيعالجه. يعني مثلا لما بنيجي نسال على الدكتور يعني يقول لك الدكتور ده مشهور والدكتور كذا يعني حاجه جامده والكشف عنده مبلغ وبتاع، وممكن يكون العلاج بتاعه ما مخفنيش. ده انا ممكن اروح لواحد ما يتعرفش خالص وعلاجه مثلا تلاقيه ب 20 جنيه ولا ب 30 جنيه وخفيت منه. ففكره سياسه القطيع دي يعني بعيده خالص، بس ما يمنعش ان انا اجرب واشوف. تمام؟ دي كده النقطه دي. النقطة الثانية بقى هي فكرة السنتر ولا برايفت ولا اونلاين. هي دي معتمدة على حاجتين، معتمدة برضه على فكرة أنت طبيعتك شكلها عامل إزاي، ومعتمدة كمان على الظروف، ظروفك أنت شكلها عامل إزاي. بمعنى يعني مثلا زي ما قلنا كده في حتة الأسلوب، أنا ما بحبش مثلا أكون موجود في مكان زحمة، تمام؟ مش بعرف أفهم. ففكرة دلوقتي ما بعرفش أفهم، يبقى فكرة السنتر أكيد بالنسبة لك هيبقى صعب. طيب فكرة برايفت بالنسبة لك هتبقى مناسبة. طب أنا واحد بقى لو وصلت فرع أنا أكيد هعرف أفهم، يبقى بالنسبة لك السنتر أحسن. فكرة الأونلاين، الأونلاين فيه مميزات كتيرة جدا، بس عايز واحد يعني من الآخر كده راجل، سواء كان ولد أو بنت، أنا عايز حد مسؤول، عايز السيشن تنزل يبقى هو ده وقت الحصة، تمام؟ يبقى هشتغل واعمل فيه كل المستر بعته لي. ففي الاونلاين في ميزه اللي هو اوريدي انا ما بتحركش، دينا بالنسبه لي لا انا في سيستم انا عامله، فدينا بالنسبه لك هتبقى مريحه. فهي النقطه الاولى هي سنتر ولا برايفت ولا اونلاين حسب طبيعتك انت. سنتر ولا برايفت ولا اونلاين حسب ظروفك انت. يعني ظروفنا المادية شكلها عامل ازاي؟ يعني سنتر الموضوع بيبقى حنين شوية، برايفت الموضوع بيبقى برضه فيه لود كمان على ولي الأمر، الموضوع بيبقى كتير. لأن عشان برضه الناس تبقى فاهمة، أنت مش بتقعد ساعة ولا اتنين، يعني أقل وقت في السيشن مش بتكلم عنها بس عامة أقل حاجة ثلاث ساعات. فثلاث ساعات دي أكيد برضه بيبقى في البرايفت الموضوع فيها بيبقى أغلى شوية من السنتر. النقطة الثالثة بتاعت الأونلاين ميزته إن هو بيبقى الموضوع حنين، يعني بيبقى أقل من السنتر أو البرايفت كمان، لأن أنت بتنزل لك البيت وبتتفرج عليه وأنت بتتعامل أنت. يعني الأونلاين فكرته إن هو 80% معتمد عليك أنت، وال 20 التانية معتمد على المدرس. ففكرة الأونلاين بالنسبة لك هتبقى أكيد طبعاً برضه معتمدة على إن أنت هتبقى فعلاً حد مسؤول وتقدر تبقى مسؤول عن نفسك ولا لا. وعشان نبقى برضه متفقين، سواء كان سنتر او برايفت او اونلاين، انت عليك 80%، يعني المدرس نسبته بس 20%، لكن انت الاساس. انت على فكره مش حد صغير، انت المفروض تقول للمستر اعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، عشان انت اللي محتاج. المدرس خلاص هو كده خلاص عارف طريق ان هو يفضل زي ما هو مدرس، لكن انت اللي عايز تنحت في السفر عشان تجيب احسن حاجه. ففكره سنتر او برايفت او اونلاين معتمده على الحاجتين دول. معتمد على اسلوبك نفسه، تمام كده، وطبيعتك اللي انت مين في دول اللي يناسبك. الحاجه الثالثه الظروف بتاعتك عشان تبقى عامل ازاي. النقطه بقى الثالثه ودي النقطه المهمه جدا، انا هبدا السنه الجديده ازاي؟ انا هقول لك مبدا واحد ولو مشيت بيه هتلاقي ان بالنسبه لك الثالثه دي سنه عاديه زي اي سنه من السنين اللي فاتت. اللي يتاخد يتذاكر. خدت النهارده سيشن فيزيكس ما تنامش الا لما تخلص. تمام؟ خدت سيشن كيمستري ما تنامش الا لما الوقت بتاعها يخلص. يا مستر انا مخلص السيشن الساعه 10 ما تنامش، روح البيت ما تنامش. خلص الوقت بتاع الحاجه دي عشان يبقى المعلومه سدت في دماغك. ويوم الدرس الثاني بتاع الماده، يعني مثلا هقول لك على حاجه كده جامده، انا النهارده مثلا هفترض النهارده السبت انا عندي سيشن ودي اول سيشن في السنه. فانا رحت حضرت السيشن وخلصتها تمام وروحت البيت، بحاول بقدر الامكان في اليوم ما يكونش فيه اكتر من درسين، اكتر من درسين كده انت بتهزر. حتى لو في مواد انت عشان تسيب مواد ايام مثلا فاضيه، لا اكتر من درسين انت هتروح تنام، انت كده اللي انت خدته اتردم. لا هما بالظبط بالنسبه لك درسين، والدرسين ولو قدرت تخليهم درس واحد كمان يبقى انت جامد. الدرس اللي هيتاخد
رحت ذاكرت وخلصت. طب ما انا عندي درس الناس تاني من الثلاث. طيب ايه اللي هيحصل قبل ما اروح درس الثلاث بتاع الماس بتاع السيشن الثانيه بتاعته؟ انا مراجع الدرس اللي فات عشان لو في نقطه وقفت معاك يبقى انت قبل ما نبدا السيشن لسه عيد النقطه دي تاني عشان دي مش ثابته معايا. دي هتطبقها مع كل المواد. انا خدت مثلا النهارده يمكن حد كان عندي فيزيكس فاخدت الدرس الاول ورايح يوم الحد اللي بعديه درس الفيزيكس تاني، وانت رايح درس بتاع الحد انت بتراجع على كل الحاجات اللي انت خدتها في الدرس اللي فات على اساس لو في حاجه واقعه منك يبقى لسه هيرجعها لك تاني. فهي المبدا واحد، امشي بالمبدا ده، اللي يتاخد يتزاد. تمام كده؟ ودي بالنسبه لنا الاربع نقط اللي انا حبيت اتكلم فيها. انا كده عرفتك في الفيديو السيستم بتاعنا شكلها عامل ازاي، والدنيا بالنسبه لنا شكلها عامل ازاي. عامه ان شاء الله يمشي بالمبدا اللي انا قلت لك عليه، اللي يتاخد يتذاكر، وان شاء الله تكون سنه سعيده عليك.